تخيل البنات، واش راكم؟ ان شاء الله الفيديو تاع اليوم لقاكم كامل بخير وبصحة جيدة يا رب. نرحب بالمشتركين القدام، نقول لهم مرحبا بكم، شكرا لتدعيمكم والتعليق ديالكم المشجعة، اي بيان سور المشتركين اللي دخلوا جدد لينضموا للعائلة ديالنا نقول لهم مرحبا بكم. ان شاء الله يعني القناة تعجبكم وتكون في يعني في تكون يعني نالت اعجابكم. اي بيان سور اللي مازال ما اشتركش نقول اشترك وفعل الجرس باش يصلك كل ما هو جديد وتنضم لعائلة تاع سارات الجميلات. بس الخف لو انت ثقش الشي ان شاء الله لا فيديو يوسكم تفديك البخير تصحامت تهنمت ان شاء الله يا ربي. اي بيان سور كي كنت تلقى اشاك فوا اضرح بسي زابوني من وقت زمان يتابعني يتونكوراجي يعني توجور يعني نوني ايدي تكن يعني هكا الطاقه الايجابيه يعني لا فولونتي باش هذا نو اكم دفك اخ يعني اكثر واكم دير نو كاين لي فيديو كي العالي دو بلوز اون بلوس خدمه غادي يعني كل حاجه العالي يا اني تبغيت. اي بيان سور لي زابوني ني ديك شمنا كتوي ديك يوساني دي جديد سنينا مرحبا بكم. العسلامه نون على الشين نصاره تبجاويث. اي بيان سور و سينا مازالوك ابونينا سينا ابوني اكتيفي لا كلوش باش هكايا راكم دي تلحق كل جديد اعلى. اكيد خضرمت السيد بدولا لاوتينينو وساس خامنا غور ماما و تفكر خاميو كيما قلت لكم خياتي قلت لكم راح نبدا لكم اليوم الروتين ديالي في دانا عند ماما عند الام ديالي ونكملها في داري بوصفة يعني واحد المعجون تاع القرعة الحمراء يعني قعدوا برك حتى الاخير راح تشوفوها يعني روتين متنوع كيما راكم تشوفوا هنا راني بديت وديت وليا ديال يعني واحد كيما موالفين نقول لكم واحد لاكراج واحد لمسيت وانا وليت عند الماما. وهنا راح راني نشرب في القهوه مع لقيتها هكذا عندها بوتي برنس راني نشرب في القهوه وماما راهي توكل في الحليب لوليد خويا هكا كيما راكم تشوفوا كي كنت دان في قشيشنا كنت دي وراكم اروك الجمع هما هذيا ثن ولاد داك واخا نقول ماما تاي مامي قرا ديزا ثن ماما دونك اوبليجي لا ماتيني اتيلي غريني هما هذيك دايا كش ما غاك سوا القهوه وفي بوتي برنس ناس اوبليجي سوا القهوه دابا كانت وماما طلعت الشتايه كمي سنيما اي فكي يدي ماما تن تروح هكا تسيق داك الدروج ناس بسكا اكمل فيلمي هكاك مزال انت كي تيكني غير تابعا اي بيان سور تيقد ونكيرو هكا سعلق شربه كما قلت لكم خياتي قلت لكم هنا ماما راهي تسيق في الدروج قلت لها سن ندير لك هكذا فيديو يشوفوك لاهم يتفرجوا فينا. اي بيان سور وانا دخلت الكوزينه نطيب لها الشربه للغدا وهي تيلمون صايمه دونك قالت لي ديري لي شربه باش نلقاها يعني تاكلها في الليل. فوالا دونك هكذا نخليكم هكذا مع لا فيديو نولي لكم من بعد هاكم تتشاكاو حي لا فيديو وتقلعوا نتوما بعد. سلمت قلبي يا ربي لتغسله رفعته لك من خوفي فأنت له تعبت مني فكم أسرفت أتعبه وعدت نحوك منهوكا لتحمله الذنب يثقله والعشق يحرقه فأين أمضي وحول الوزر والوله يا ربي خذوا إلي الآن إن به شوقا يرتل في حزن تبت له فكل نبضة حب في ناظرة إليك ترجوك في شوق لتقبله رفعته لك قلبا ملؤه أمل يهفو لترضي أشواقي وتنزله بحثت في ليل قلبي عن سناء هدى فلم أجد غير بدر ضل منزله ورحت مستقبسا نور السماء سنا حتى أوزعه شمعا وأشعله يا ربي تعلم ما قل
صفقته فيغفرت فما أحلى وأجمله. سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له. تعبت مني فكم أسرفت أتعبه، وعدت نحوك منهوكا لتحمله. الذنب يثقله والعشق يحرقه، فأين أمضي وحول الوزر والوله؟ يا ربي خذوا إلي الآن، إن به شوقا يرتل في حزن تبت له. فكل نبضة حب في ناظرة إليك ترجوك في شوق لتقبله. رفعته لك قلبا ملؤه أمل، يهفو لترضي أشواقي وتنزله. بحثت في ليل قلبي عن سنائي هدى، فلم أجد غير بدر ظل منزله. ورحت مستقبسا نور السماء سنا، حتى أوزعه شمعا وأشعله. يا ربي تعلم ما قلبي وخفقته. سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له. تعبت مني فكم أسرفت أتعبه، وعدت نحوك منهوكا. وانا بعد ما طبت شربة خرجت وليدي من المسيد، هنا هو ياكلو وليدي وبنت خويا راهم ياكلو، يعني الولاد يحبوا الشربة يحطوا برك الخبز داخل وياكلو. كي كنت انا كنت دايرين امي دوي كامي قلت جماعة توا شربة انا تستنى انا ومزخلي يعني تستنى الواشو دايرين تحبين. وهنا بعد ما كي دخلت هكذا للدار كما راكم تشوفوا راح نشارك معكم وصفة تاع معجون ولا مربى القرعة ولا اليقطين ولا القرعة الحمراء. انا عندي كمية تاع القرعة الحمراء، اني يعني قشرتها وقطعتها هكذا، راح نديرها هكذا داخل الكوكوت ونزيد لها كمية تاع سكر. يعني الكمية تاع سكر انا ندير كمية تاع الكمية تاع القرعة ندير نصها سكر، يعني على كان عندي كيلو راح ندير رطل 500 غرام تاع سكر. انا كنت ديا ميكش معاك رخام ديا راح عاد غاد على المعجون تخسيس تزكخ. انا كنت سقشره كتخسيس بتختي كلا كتمزين على تخن تكسرون تنعطى كوكون ديا على غاس لا كونتيتي تخسيسنا على غاس ازكن لا كونتيتي نس ازكنيس تسكر اكيد خضرهم تديا مع الكيلو تخسيس اسعلى ارطل نسكر وثج اكاك الفريجيدار اكي العشاء كامل اك الصباح اك لمي العشاء نقص نغلى العشاء لمي داين تكون الصباح حاشا ما يصح ديك الهوا مني اك نخدم زينا. و بيان سور زريعه ني تشلي لا جاكيت كيو وتجمع باش وما تنسو. كما قلت لكم خياتي هنا بعد ما هذيك القرعه هذيك القرعه بعد ما هادي ولا يعني اليقطين بعد ما خليته هذاك هكذاك بات ولا نخلوه يبات ليله كامله ولا من الصباح حتى الليل حتى يعني يطلق كامل هذيك الماء كما راكم تشوفوها. من بعد راح نصفي في هذاك القرعه من الماء ونزيد كاس سكر لهذاك الماء ونحطو هكذا فوق الغاز حتى يعني يذوب هذاك السكر، ونزيد جوج حبيبات حبه كبيره تاع القارص ولا جوج حبيبات ويكونوا هكذا صغار تاع القارص، نحطو فوق الغاز حتى يذوب كامل هذاك السكر ونزيد هذيك القرعه لداخل نخليه يطيب. يعني الوصفه سهله
سهله جدا. كي كنت دهنا كنت دما صفيغ تخسيت النير قمن النير اسانو غي ومني الكاس نسكر وسانو تعقيت القارص ما الا تمقرات سينو سنت تعقينا كالقارص اسن كسيكلا بعني وانت تقشره بيان كسيكلا ملاني باش سي يعني ودي تساك هذا مرزاي وثبتو وث على سوف الغاز تحريك هاشا ما يفسي سكرني وسانو خسيت نزخل وثجا اسنقص الغاز وثجا هذه وحاشا ما يعقد مليح و وثي ديك الساغومبا وث الزفاغ يعني هو يعني هو ديال يعني هو سعوغ كل معجون داخل اي بيان سور يعني وسهم تراكم انا كنت القرصني الا قد سقشر مليح باش ميش يعني اسي دي تسادا مرسا كيما قد يكون خياتي هذاك القرص راح يعني نقش ونحلو هذيك طبقة هذيك القشره البيضاء كامل ونحلو مع باش كيفاش ينقلو يعني هذاك يعني بعين يعني هاد فوالا نحولو يعني نتوياه كامل ونقطو هكذا صغار ونحطو داخل ونخليه حتى يطيب نغسلو النار حتى يعقد ويعني يولي لي عاقد. اي بيان سور اللي لحق لهاد المرحله مازال ما دارش لايك للفيديو قول دير لايك يعني ما تبخلونيش يعني ما تشحوليش لي لايك باش يعني اللي تدعم القناه ولا فيديو يعني تاخذ حقها من المشاهدات. انا كنت تيني دي الحق نهار ديما زوت على لاكي لا فيديو اسيني غير لايك باش تاول لا فيديو تاول حقيت كاك لي فيو. وانا بعد ما عقدت لي كيما راكم تشوفوا يعني انا زدت لها جوج مغارف صغار فانيليا باش نكهو يعني المعجون ديالنا. وانا راح ندفلها وراح يعني راح نمكسيها كامل. انا كنت دايني امي تعقد بيا ديرني غسان تنجاونا كا لافاني وضحى يعني سنسغ وتكسغ وميكسيغ كلش. اي فوالا دونك راح نخليكم تشوفوا يعني يعني الطريقه كيفاش يعني نكمل الطريقه يعني الطريقه ويعني نقول لكم نخليكم في امان الله. نتلاقاو في ساعة الخير مع وصفات جديدة مع روتينات جديدة ان شاء الله. مع السلامة. انا كنت اذا كنت جاكات زمتكي لافان لا فيديو وكنت دينيغ جاكم تدي لامان دي لامان انا ملاقاك لي فيديو ناتن جديدين. سلام. سلمت قلبي يا ربي لتغسله رفعته لك من خوفي فأنت له تعبت مني فكم أسرفت أتعبه وعدت نحوك منهوكا لتحمله الذنب يثقله والعشق يحرقه فأين أمضي وحولي الوزر والوله يا ربي خذوا إلي الآن إن به شوقا يراتل في حزن تبت له فكل نبضة حب في ناظرة إليك ترجوك في شوق لتقبله رفعته لك قلبا ملؤه أمل يهفو لترضي أشواقي وتنزله بحثت في ليل قلبي عن سناه